وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأخ يناقش الموضوع أو يساوي ما أدري، أنه الإنسان يمشي يدس البنكة يقترض 20 أو 30 مليون، يسغال بارتما يسغال السكن تيمي يشكشم سرستغم غار في التروانس، إن يزرسي للحق نشكشم سجميا انت سي يبال الحالنس، إما الحكم أنت مغارت التروان بمعنى يريخينا واش تا مغارت التروى حتى نتنكش منين غل موضوعا بالحكم من الريبة ولا لا. لا، المسؤول يتحمل ترقز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أريتيني كلكم مسؤول وكل مسؤول يسأل عن رعيته. أريتيني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي احفظوهم وعلموهم كما فسره العلماء. انت تحمل المسؤولية، تمغرت ودرس المدخل القضية ولا تروايا مزينين، لكن أقول نيم قر الإنسان إقراشيد ودرس اللي يعني الدخل القضية يغيق مثلا ينختر وانسيم قر إصدار يتخلص غريبيان إصدار أولي بس بحكم غين درس الحق أي فوق زند ونيم قر نختر واي إصدار ياسيا غيونس أي سيني بس غير نكور تريخ أشكو يقريبا هنا غونش كدي قال لعنة ربي سبحانه وتعالى والريخ أيخ ديون تسمون لعنة يفوق يوبيونس يقدر سوري اللي ما نسي يتفوق نقدم زي هن بس ريت تحمل المسؤولية ما تمارت ورداسي اللي ما تسكر أرقاز يتحمل المسؤولية والله أعلم.